لتسليط الضوء أكثر على عمليات التضييق على من تبقى من أهالي الموصل وما يشوب ذلك من تغيير ديموغرافي، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. سكان الموصل طالبوا الحكومة في بغداد بإلغاء حظر التجول في المدينة نظرا للظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها. لماذا تصر برأيك الحكومة على الإغلاق على أهالي الموصل رغم هذه الظروف التي يمرون بها ويعيشونها؟ السلام عليكم بالبداية، وتحية لمشاهديكم الكرام والعاملين على قناتكم، إن شاء الله تكونوا بخير. شكرا. حقيقة ما تقوم بها الحكومة العراقية من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة بين آونة وأخرى يكون الضغط أقل على أبناء الموصل والضغط أكثر لأسباب سياسية متقصدة من قبل الحكومة الحكومة العراقية. بالحقيقة لا توجد حكومة عراقية، من يسير الحكومة العراقية هم أجندة أو موظفين كانوا يقاتلون في الثمانينات مع الفرس ضد الجيش العراقي، ونحن نعلم أنه أبناء الموصل كلهم أو أغلبهم أبناء من هذه الطبقة من القيادة العسكرية الموجودين وحتى الضباط وكلهم من أبناء الموصل. إذن العملية متقصدة والعملية انتقامية. لهذا السبب أقامت الحكومة العراقية والميليشيات والعصابات الموجودة بالعراق بقتل الضباط والطيارين والمهندسين من أهالي الموصل وكل المنطقة في العراق، حتى في جنوب العراق بدأوا باغتيال بداية الاحتلال. هذه العملية بتوجيهات من ولاية الفقيه، وهذه هي التي أتى بها الاحتلال الأمريكي وأباح لها أنه تدمر هذه المنطقة بما تشاء. الموضوع هو تجريد، أنا تكلمت بهذا الكلام وأعيده مرة ثانية وأقول أنه هذه العملية مبرمجة من قبل أعداء العراق بتهجير هذه المنطقة وإخلاءها من الناس. واضح. يعني بالنظر للظروف القاسية التي يعيشها أهالي الموصل، هناك حظر تجول فرض على الأهالي، كيف أثر حظر التجول على زيادة القساوة التي يعيشونها؟ هي بكل الأحوال أنه حالة الموصل من بداية داعش ولحد هذه اللحظة تمر بظروف غير طبيعية. نعم، هي كل العراق يمر بظروف، ولكن بالأخص مدينة الموصل تمر بظروف غير طبيعية. هذه متقصدين بها. يعني أنا ما أفهم كيف هذه الحكومة تجبر الناس على البقاء في ديارهم ولا توفر لهم أقل شيء مسائل الحياة، القوت اليومي، الغذاء. لا موجود غذاء، وما تخرج من البيت معناتها يردون معناتها بشكل واضح: يا أهل الموصل اخرجوا من الموصل. والموجودين بالموصل حقيقة قاعد يقاومون فد مقاومة من جهات شرسة همجية تأتي من خارج مناطق الموصل، وهي الميليشيات والحشد الشعبي وما يسمى بالقوات الحكومية العراقية. هذه لا توجد حكومة عراقية حتى نكون واضحين بهذا الأمر. الموجود بالوقت الحاضر هم أعداء العراق وأعداء ليست حاقدين يا أخي. نعم أستاذ ضياء، يعني في ظل هذه الظروف وفي ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة على أهالي الموصل، هناك معلومات يعني وردتنا عن شراء مستثمرين إيرانيين أراضي وبيوتا مدمرة في المدينة القديمة في الموصل، ماذا يؤشر ذلك؟ هو هذه الخطة لتبديل ديموغرافي بالعراق. هذه الخطة اللي كنت دائما أنبه عليها في المدينة القديمة ومحاذاة وحدود الموصل أيضا، قاعد حتى يحوطون منطقة الموصل بمجاميع ليست هم بعرب، هم لا يتبعون يعني هذه القوميات اللي قاعد يجيبوها، القوميات الفارسية حتى العربية ما ينطقوها. يعني بعدين أكو محافظ مينوى اتطرق وقال راح تجينا مساعدات مالية من الدول الأجنبية لبناء الموصل. هذا المشروع أخي مو جديد، هذا مشروع 2006 اللي قالوا إحنا ممكن نمنح العراق الدول المنكوبة ومن ضمنها العراق بعد خروج داعش، العفو، بعد خروج داعش
انه قالت الاتحاد الاوروبي احنا عندنا استعداد نعيد الاعمار بالعراق، بس لا توجد ايدي نزيهه بالعراق حتى يعطوها المال. يعني هاي دليل بدخول البابا وسرقه هاي الاموال، ومعروفه كم سرقوا من الاموال من داخل هذا 100 مليون حسب ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني يعني ما معقول هذه الحكومه تجرأ بمنع الناس بالتطويق وعدم خروجهم. يعني كيف تريدهم؟ يعني معناتها طلعوا يا ناس لا تبقوا بالموصل، وياتون ويشرون المناطق الموصل، واحنا نعرف اهل الموصل معتزين بالموصل القديمه، يعني عندهم اعتزاز بالمناطق الاثريه مالتهم، لان هذا هو تاريخهم، هذا هي المكان اللي تربوا به اجدادهم. وتاتي قوه اجنبيه بالظروف الموجوده التعيسه في الموصل الذين يعانون من اشد الامرين، وهذه المشكله قاعد تعانيها الموصل من بدايه الاحتلال ولحد هذه اللحظه. نعم يبيعون ما يملك حتى يعيش اطفاله ويعيش عائلته، هذا ما يحدث لحد الان اخي. اضافه الى هذا، لحد الان الانقاض والقتلى موجودين في الساحل الايمن من الموصل، لم تجري عليها حتى الحكومه العراقيه مدخل المواطنين باخلاء هذه المنطقه، لا يوجد تعمير فيها، لا يوجد اي شيء، يعني ما توجد حتى المسائل البسيطه، لا يوجد ماء، لا توجد كهرباء. يعني مش معقول واحد يبقى في هذه الفتره طيله هذه الفتره والحكومه العراقيه تتفرج، وهو يقول المسؤولين على الحكومة العراقية، ولو أنا ما أعترف فيهم يعني ذول الحكومة العراقية، لأنه من يحكم العراق، هم يقولون من يحكم العراق هي الميليشيات والميليشيات المسلحة. وهذا العامري يقول الحشد الشعبي هو أقوى من الجيش العراقي. يعني كيف يعني كيف نفصل الجيش العراقي إذا ميليشيات عصابات هي أقوى من الجيش؟ من يحكم العراق؟ يحكم العراق هادي العامري ونور المالكي وقيس القزعلي وكل هذه الحثالة الموجودة ومقتدى الصدر، هذول من يحكم العراق، ليست الحكومة العراقية بما يسمى الحكومة العراقية. مع الأسف لا توجد حكومة عراقية، لا رئيس دولة ولا رئيس وزراء ولا وزراء. الوزراء يعتبرون بأبسط القياديين الموجودين بالحشد الشعبي أو بهذه الميليشيات. قيس القزعلي هو يحكم، من يقدر يتحرش حسب قيس الخزعلي؟ والله ما يقدرون يقولوا له. يعني هم احتلوا بغداد بيومين، طلعوا بغداد مع الاسف بسيارات ملك الدوله العراقيه، تشتريها الدوله العراقيه وتسلمها الى الميليشيات. هذا الذي يحدث في العراق، تحدث بالعراق بالوقت الحاضر هي سرقه العراق علنا بعلم كل العالم. شكرا لك استاذ، شكرا لك استاذ شمري، كنت معنا من فيينا، امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا.